مريت من جنب الشارع هذا، بس أبغى أتذكر، أبغى أذكركم في قصة السهم ده. ترى على فكرة، ترى هذا من الأسهم ترى اللي كانت من نجوم ما بعد كورونا. تعرفوا هذا السهم شو؟ هذا سهم الفخاري. ليش كان من نجوم ما بعد كورونا؟ تصدقوا إنه طلع من قاع كورونا 32 75 هللة، إلين راح السهم يا الله 132 40، قريب 100 ريال. يعني هذا زي المصافي، يعني حتى يمكن أكثر من المصافي. كم طلع بالنسبة للمئويين؟ إذا قلنا خلينا نجبر الكسر، نقول 33 و33 66 دبل، و33 99، و33 102، 4 أضعاف. ويقول المثل، ها أحيانا يقولوا كل فعل ردة فعل. وسبحان الله، بقدر ما أعطى بقوة، بقدر ما سقط بقوة. خلونا نتفرج ونشوف، خلونا ناخذ منه دروس وعبر، خلونا نعرف ليش هذا السهم كان نجم من في تلك الحقبة الزمنية، وإيش اللي خلاه يسوي زي كده. السهم ده يا جماعة الخير أدرج في السوق في عام 2007 على وجه التحديد في شهر 5، يعني لم يحضر أزمة فبراير 2006 أو انهيار فبراير. لكن على حظه، أول ما أدرج في السوق عاصر 2008 الأزمة المالية العالمية، عاصر الأزمة المالية العالمية. فأول ما أدرج في السوق وصل تقريبا في أول أيامه 200 ريال. أتخيلوا، من 200 ريال سقط أيام الأزمة المالية العالمية، ولبس الطواقي. شوفوا يا أهل الطواقي، لبسهم الطواقي حتى 23.70 في 2008. أنتوا تعرفوا إن سبحان الله في ناس لحد الآن ممكن ما تدري، مع أني ما أظن يعني، بس أقول لو فلنفترض إنه في ناس إلى اليوم من عام 2007 إلى 2022 السهم ما وصل 180 ولا ما وصل 170 أو قريب 200. تخيلوا، يعني هذه أرقام بعد الإدراج، فتح على غالي وطلع وصل ديك الأرقام. المهم طاح لهذه المستويات اللي هي قلنا عليها عند 23.70. وبعدين سبحان الله بدأ السهم يمشي ويطلع ويشكل قمم وقيعان صاعدة لين عام قمة عام 2014 مع السوق، وسجل وقتها 115.25. وبعدين من عام 2014 دخل في موجة هابطة استمرت حوالي 5 سنين 6 سنوات، إلين وشكل مسار هابط. خلونا نشوف مع بعض. كانت هذه قناة هابطة جلس السهم فيها 7 سنين أو 6 سنين، لا والله 7، نقدر نقول 7 سنين، لأنه لما اخترق المسار بعد أزمة كورونا كان الاختراق في شهر 11 نوفمبر من عام 2020. شوفوا الاختراق وقتها يا شباب ايش سوى. أتخيل واحد الله وفقه، ما نبغى نقول إنه صاد السهم، عشان أوريكم يا جماعة دروس في الاختراقات للمسارات الهابطة الرئيسية. ما نبغى نقول إنه واحد وفق في الدخول في قاع الموجة، لا، لو واحد وفق في الدخول عند الاختراق في حال اكتشف إنه السهم اخترق وقفل خارج المسار، يعني تقريبا في بحر 60 62 ريال. تخيلوا السهم كان جاي من فين؟ كان جاي من مستويات 32
من 32 75. يعني هو اوريدي لما وصل عند الترند الستينات كان شبه مدبل. شوفوا الاختراق ماذا فعل في سهم الفخاري، قادها انها تدبل تدبيله من الستين. شوف يعني قال لك انا جالس في قناه هابطه لي 6 سنين، تبغاني اطلع اخترق ترند عشان اجيب لك ريال ريالين؟ لو جينا في تلك الحقبة الزمنية، نحن رجع التاريخ لورا زي ما نقعد نحلل للمستقبل الآن، إيش تتوقع ممكن نسوي نحن في الشارت؟ كلكم بتعرفوا الطريقة اللي نحن بنشرحها، على طول نروح لقاع القناة ونرسم وتد ونقول وين هدف الاختراق ده؟ ناخذ السهم ونحطه فوق الاختراق أو محل الاختراق، نقيس من قاع الموجة إلينا الترند وبعدين ها يا حبايب جاب الهدف ولا ما جاب. شفتوا اليوم الدرس اللي نحن كنا أو اللي تكلمنا عليه في دلة، لما كنا نقول لكم شوفوا دلة شطح فوق الهدف ما يصير يكسر، كانت 153 قلنا يمكن شطح عشان خاطر عيون الفيبو. في يوم من الأيام الفخارية اخترق ترند هابط زي كده وراح السهم ما شاء الله جاب هدف الوتد وشطح، يعني شطح اقتحم قمته التاريخية في 2014 اللي كانت تعادل 115 ريال وربع، 115 وربع، وجاب فوقها كمان 17 ريال حتى اقترب من 127 فيه، وجاب قمة أعلى من قمة. وبعدها السهم سبحان الله، طبعا القمة دي كانت متى؟ كانت في شهر، كانت في شهر فبراير من عام 2021. والله يا رجال من بدري دانها الموجة حقته وجاب الأهداف. تخيل نحن الآن فبراير 2022، كم باقي لنا على فبراير 2023؟ باقي لنا 5 شهور، يعني هذا له سنة و7 شهور الآن نازل في تصحيح. السؤال مو هنا، السؤال إنه هذا التصحيح اللي حصل في الفخاري هل وصلوا إلى منطقة اختبار هذا الترند؟ دائما نحن سبحان الله يعني نقول من ضمن الأشياء الفنية إنه بعض الأحيان لما يخترق السهم ويرجع يختبر أو يعني تصير أنت دخلتك، هذا ما أعطاك فرصة حتى لم يختبر، هذا شق الطريق شق. طبعا هذه الشركات الخفيفة يا أخوان هذا حالها بعض الأحيان، ما عندهم لعب خلاص، ما السهم خفيف، هذا لما اخترق ما اختبر إلين جاب هدف الوتد. يوم طاح السهم الآن وين قاعد السهم الآن يلعب؟ السكينة الساقطة دي وين واقفة من 4 شهور دحين؟ مفروض إيش نسوي دحين نحن؟ أقل حاجة نبغى نسويها إننا نحن نعكس الفيبو من قاع الموجة لقمة الموجة، بس نبغى نعرف كم نسبة التصحيح. الله أكبر، من 132 40 القمة، والقاع 32 75. يا رجل هذا صحح في موجته أكثر من 78 فيه، هذا في منطقة تكسير عظام. يعني هذا السهم الآن خلاص، يعني أي نزول يفترض تحت مستويات خلينا نقول الفترة القادمة، يعني بما أنه هو يعني نزل وشطح بعدين ارتد بعدين رجع نزل وشكل قاع أعلى من قاع، يعني هذا خلاص هذا لو يجي يكسر قيعانه اللي عند 45 هذا احنا هذا اللي نسميه أسهم لا تحتمل النزول، هذه اللي نسميها فيها تكسير عظام وتكسير جماجم وفيها لعب خارج المألوف زي ما يقول، اللي هي منطقة 45.
يعني خلاص يعني ترينت اخترق وتم اختباره، والآن انت قاعد يحوم حوله. نسبة تصحيح مبالغ فيها يعني نزل في موجة صحح 78 فيبو. المناطق دي اللي نحن واقفين عندها تاريخيا لو كبرنا الصورة هنلاقيها في يوم من الأيام كانت مستويات يعني حافظ على الإغلاق فوقها في عام 2011، كان طالع وقتها السهم، لاحظوا من 2009 شوف محل ما حطيت الدائرة. تخيلوا هنا لما جاء طلع بعد كورونا نزل بشمعة اختبر المناطق دي هنا، شايفين؟ يعني هذه المنطقة أو هذا الخط الآن اللي بالضبط بالضبط يقرأ 49، أحفظوا هذا الرقم جيدا وخلوا تحته خطين 49. هذا الخط لو تيجوا تدققوا هنا في الشمعة الحمراء دي اللي عند الدويرة الثانية 49-20 كمان، شوف يعني بعد ما اخترق هنا شوف اختبر في الشمعة الحمراء الثانية 49-20. المهم اليوم السهم فين يتداول يا شباب؟ يتداول تحت الخط هذا عند 48-35، يعني في المنطقة اللي مطفي النور فيها. أنا كده أعتبر السهم الآن مطفي. تعرفوا من سوى الحركة دي وطفى النور ونزل؟ رعاية لما ضرب 50، تتذكروا كنا نعتبر منطقة الجسارة 54. ها أبغى أوريكم الحركة دي، ها الحركة دي بالله ركزوا معايا، أنا لازم أضرب مثال في السهم داك عشان تفهموا وتخلوا بالكم من خباسة المضارب ده الشقردي. هذا مضارب ما هو عادي ترى يا جماعة، يعني هذه فرق، يعني بدل ما نروح نلعب زي ما يقولوا في الأسهم الخاسرة والخشاشية، على الأقل هذا السهم كان يوم من الأيام عوائد. يعني صحيح هو الآن يمر بكبوة وعنده شوية خسائر بسيطة وكذا، لكن هذا برضو من جماعة أبو قيمة دفترية عالية، يعني ما هم هدد ده لا بتخفيض رأس مال ولا ببطيخ. يعني بدل ما روح واحد يطقطق لي في تهامة ولا يطقطق لي في باحة ولا يطقطق لي في أسهم، يعني بصراحة لا، على الأقل هذا السهم قيمته الدفترية يمكن عنده، خليني أتأكد بس كم القيمة الدفترية في الفخفخينة عشان بس نخرج من لغط المشاكل المالية حقت الأسهم. هذا موجود في قطاع البابطين في قطاع السلع الرأسمالية 17.84، يعني الحمد لله ما لا هم هدد، أسهم كلها على بعضها 15 مليون خفيف، من جماعة أبو 15 مليون سهم، تمام؟ طيب خلينا أوريكم قلت إيش الحالة الفنية دي اللي نحن عايشينها في الفخفخين الآن. خلونا نشوف هي تشبه حالة مين قبل كده. كان عندنا هنا سهم رعاية كان مخترق ترند تاريخي من 2014، ولما جاء يختبروا شوفوا إيش سوى، شوفوا خباسة المضاربين. وينك يا رعاية؟ رعاية شوفوا يا حبايب، ترى القمة اللي نحن سحبين منها ترند الفخارية هي 2014، وهذه صورة كربونية لنفس الحالة لسهم اخترق ترند هابط. شايفين ايش سوى رعاية؟ ايش سوى راعي رعاية؟ عيني عينك كده كسر متوسط المية والخمسين وكسر الترند. ياوة يومها نحن قلنا عند 54 هذه منطقة الجسارة، بإمكانكم ترجعوا الملفات في اليوتيوب. طيب يا أبو محمود كسر، لا إله إلا الله، نستنى الشهر الثاني ريحنا، رجع قفل فوق القناة شايف وقفل فوق الترند. نحن من ذلك اليوم اللي بدأ يتحرك في رعاية سوينا رسمنا ترند صاعد، قلنا خلاص الآن من قاع كورونا أصبحت هذه قناتنا في رعاية الصاعد. إيش باقي على رعاية الآن؟ هو طالع
يقتحم ترند الهابط اللي نازل فيه من القمة. فلو حطينا مثلا الشارت على الأسبوعي يعني نحن كنا راسمين الترند الهابط بالشكل ده، شوفوا كيف اخترقوا، طلع سوى قمة فرعية ونزل بعدين طلع اخترق الترند، مش رعاية. شوفوا رعاية الآن يعتبر ده ماشي فين؟ ماشي ضمن حركة الصاعدة، أعلى قمة جابها في الموجة الأولى كانت مستويات اللي هي 82 عفوا عندنا هنا قمة 2014 هو جابها وطاح منها، والآن هو قرب منها. شوفوا الآن، واحتمال كبير بحول الله لو اخترقها رعاية انت رايح تطارد القناة، وممكن بهذا الشكل. وضحت الفكرة الفنية دي؟ طيب تعالوا شوفوا الآن ايش اللي صاير في الفخفخينة. نروح لشارت الفخفخينة مرة تانية، قناة من عام 2014 ها؟ قلنا السهم فيها صحح 78 فيبو وقت وصل، وشوفوا وين جالس الآن السكينة الساقطة هذه، وين بدأت تستقر، وين بدأت تذبذب، جالسة تذبذب هنا، وزي ما تقول كأنها استراحة محارب بعد هذا السقوط المدوي من فوق. إيش ينقصنا في الشارت هذا من الناحية الفنية عشان الواحد يتكي على السهم ده؟ يعني نحن نتمنى الإغلاق الشهري وين يكون أقل حاجة، يعني في أكتوبر فوق 49 فوق 50 يعني. يقول لك يا أبو محمود نقدر نرسم التريد من الشمعة اللي فوق، يعني قصدك إيه ممكن، يعني قصدك إنه إيه. أنا لي مارب لما سويت الحركة دي، أنا أقدر أرسم لك التريند من الشم زي كده. أنا عارف أنت إيش تقصد، تقصد إني أنا أمرره من القمة دي، أو أقدر أمرره حتى من أمرره من القمة إلى قمة ما قبل كورونا، ما يبان عندنا مكسور ولا يبان عندنا إنه أي إغلاق شهري تحته، وأقدر أمرره من القمة اللي قبلها زي كده، يبان عندنا إنه لامس التريند. كلامك صحيح، كلامك صحيح، ها هذا الترند ايوه صح، جاء حاول يخترق هنا. انا زي ما يقولوا جبرته كله، ولا لو تبغى هذه القمه اللي اعلى من القمه اللي بعدها والقمه اللي بعدها ما اخترقت الترند، وجاء في كورونا طلع جاي يخترق ما قفل فوقها برضو زي كده. طب انا اديتك الهرجه من الاخر، قلت لك هذا السهم لا يحتمل يكسر ايش، خلاص لا يكسر القاع 45، يعني طالما نحن فوق 45 نحن مستقرين، نحن بس نبغى نطمن انه طلعنا او تماسكنا فوق خط 49، هذا الخط اللاين هذا اللي قلنا الخط الاستراتيجي اللي هو يعتبر احد الخطوط اللي في يوم من الايام سهم الفخارية كسروا في عام 2011. شوف بعدها راح 41 ونص من 45، بعدين قفل فوقه فين راح؟ هذا وصلوا إلى قمة 2014 115، يعني كم طلع الفخاري؟ هل طلع دبل؟ طلع 150% بعدها، يعني تاريخه في الصعود والقفزات تاريخ مشرف، يعني لما يطلع لما يدخل في موجة يأخذ موجة، يعني ما شاء الله تبارك الله خفيف 15 مليون سهم. اللي خلينا سبحان الله نحن يعني في ظل هذه الأزمة اللي عايشها السوق والتصحيحات، طبعاً كثير ناس أحياناً تدور الأسهم الخفيفة. يعني أنا واحد من الناس اللي في الموجة اللي قبلها بدأت أطارد بعظيم والعمران وأقول هذه جات الفرصة على طبق من ذهب وما أدري إيش، وبيني وبينك ما أخفيكم يعني حتى الموجة اللي قبل دي أنا كنت حاطط عيني برضو على الفخارية، بس الفخارية طبعاً أداها ضعيف رجعت طاحت. بس لاحظوا لما طاحت في سبتمبر هل كسرت قاع 7؟ ما كسرته، فوقفت فوقه، يعني كأنها بتوريك أنه أنا ما عندي، لأنه لو كسرت 45 تخاف أنك تهوي زي ما هو في أيام كورونا وبالغ إلين حتى كسر مناطق. لو تلاحظوا في كورونا كان هنا في دعوم تاريخي، شايفين هنا في خط، وكان هنا في مناطق كمان لو تلاحظوا هنا كمان كان في قاع حق الموجة اللي قلت لكم عليها اللي كانت في 2011. شوف هدول خطين هنا، شوف هو كان دائما يرتطم ويرجع فيهم، في أزمة كورونا كسرهم التنين وراح جاب أدنى جديد،
بعدين راح قفل شهريا عند واحدة منهم، وبعدين بدأ يطلع شوية شوية. نحن الآن ما عندنا استعداد نفكر بهذه يعني المبالغة دي إنه ينزل تحت الآن. ليه؟ لأننا شايفين قدام عيننا إيش؟ شايفين قدام عيننا إنه سبق له أن قال لهذه الموجة جيم أوفر التصحيحية اللي من 6 سنين، وطلع والآن يصادف إنه قاعد في مناطق اختبار لها. يعني هذا معناه قاعد يستعد له فطار ويدخل في موجة تانية. حلو الكلام؟ خلوني إيش أرجع، خلوني أرجع بالترند زي ما أني راسمه أول، بس عشان أوريكم كده. لو رسمنا بهذا الشكل كده زي ما يقولوا ضمننا، ما خلينا زي ما يقولوا لنفسنا من باب الاستئناس. نحن زي ما قلت لكم إغلاقنا فوق 49 سيضمن لنا إننا شايفين الشمعة إيش خارج المسار الهابط من جديد، أو فوق الترند اللي هو اخترقه في عام 2020. نحن يا شباب مفروض كمضاربين ترى نتعامل مع السهم بحذر شديد الأيام هذه إلين نشوف اللمبة تولع. كيف يعني اللمبة تولع؟ اللمبة تولع يعني السهم يعطينا يعني تصورات حلوة، يحط في ظهره 49 ويبدأ يعطينا على المؤشرات اللحظية إشارات إيجابية صاعدة. طيب خلوني أجي أوريكم الآن المنظر ده على فاصل، أو زي ما يقولوا إيش القنوات المكسورة دي الهابط. زي ما رسمنا في الموجة الكبيرة نرسم الآن القنوات في الموجة حقتنا هذه. اللهم صل على سيدنا محمد. إيش أقرب خط استراتيجي فوق 49 يا شباب؟ أقرب خط استراتيجي مكسور عند 55، 55 وربع. كم منطقة 78 فيبو المكسورة تصحيح؟ 54 ريال. وثمانية هللات نجبر الكسر نقول 54 10، يعني من 54 10 إلى 55 وربع. تعرفوا إنه هذا النطاق أبو 10%، ممكن الفخارية في أي جلسة يجيبها أو في أي مرحلة خلال شهر أكتوبر يجيبها، بشرط زي ما قلنا إنه يكون متماسك فوق إيش 49، 49 وربع. وإلى هنا وأنا أعتبر الفخارية ضعيف. أتخيل لو إنه الفخارية طلع، خلونا نتخيل الشمعة دي الخضرة حقت أكتوبر قفلت كده، أو خلينا نقول بلاش أكتوبر، أكتوبر ضعيف، نوفمبر حصل هذا المنظر. ولما شفنا المنظر ده رحنا احنا ايش سوينا وقتها؟ عكسنا الفيبو من قمة الموجة الين قاع الموجة التصحيحية هنا، يعني من 132 40 الين القاع 45. وين 23 فيبو؟ 132 40 قريب 65 ونص. وين متوسط 50 على الشهر المكسور؟ قريب 63 ونص. وين قاع نوفمبر المكسور؟ 67 10. يعني يا حبايب شوفوا ضمن النظرية ما بين 63 ونص وحتى 67 10. وين متوسط 100 المكسور؟ 68 80. يا سلام سلم، يا سلام سلم كده يا حبايب. بعد الفصفصة دي التاريخية وبعد قواعد اللعبة الفنية اللي نحن الآن شفنا أبعادها كلها، وبعد ما عرفنا وين لازم يكون ظهرنا مسنون، وين المقاومة الحلوة اللي نحن نتمنى ونحن طالعين نخترقها اللي هي قلنا ما بين 54 55 وربع، لو طلع الفخفخين، لو طلع الفخفخين
لو طلع الفخفخينة واقتحم 55. والله يا جماعة ما أستغرب إنه السهم ده يعني في الموجة اللي قبلها ما شاء الله عليه حقة الطلعة اللي طلعناها أول أخذ السهم من 45 وصلوا 60 وسجل فيها قمة هنا. لما جاء طاح الآن سوى قاع أعلى من قاع، معناه لما يطلع المرة الجاية أنت حتتوقع إيش؟ قمة أعلى من قمة، يعني بالراحة ممكن يدق 63، ممكن يدق 65، ممكن يجيب الأرقام دي بالراحة. وعلى فكرة حتى لو وصل 67 أو وصل مناطق زي كده، لما نكبر الصورة من بعيد هنلاقي برضو تاريخيا نحن هنا، شوفوا نحن هنا في حدود مرحلة من المراحل التاريخية لحركة الفخارية. شوفوا الفخارية لما طلع في عام كيف، لما نزل فين كان يأسس قيعان، كان يخلي دائما في ظهره 68، شايفين هنا، وحاول يرجع. شوف هنا لما كسرها راح للمرحلة اللي بعدها 55.25. لذلك أنا الآن استطعت إني أعرف المراحل المهمة حقة الفخارية كمضارب. طبعا أنا أعرف أن المرحلة دي اللي أنا فيها من 49 أهم دعومها 45 ريال، يعني هذه مرحلة 10% دي خلاص، يعني 45 أنا مو بس النور مطفي، أنا في وضع مزري للأمانة، أنا في وضع مزري للأمانة، يعني ممكن يأخذني للواحد 41، ممكن يرجعني حتى 37، لكن أنا يعني اللي لافت نظري هو القاع أعلى من قاع، يعني هذا لو عنده نية يطيح ها كان طاح، كان كسر القاع زي بعض الشركات الآن وقعد تحته وخلاه ميت أكتر، لكن هو لا، كأنه بيعطينا تأكيد على أساس إنه بناله قاع صاعد، هو الآن بيحاول يطلع، نحن قاعدين نستنى المحاولة دي اللي تخليه يثبت فوق 49 وتقدم لخمسة وخمسين وربع، ولو عدى الخمسة وخمسين وربع هنا تكمن الهرجة اللي نحن ندور عليها المجزية اللي فيها لعبة قد تكون ما بين 63 إلى 65 ريال، والله تعالى أعلم. ليش يا أبو محمود أنت كده ملي يدك؟ أنا قايل لك أنا مو ملي يدي اليوم، أنا أملي يدي لما أشوفه فوق 49 وشغال بيطلع، لأني على طول بأتذكر إني أنا بألعب فوق منطقة ترند مختبر، يعني السهم ده صحح 78 فيه والسكينة هنا ارتطمت وطلعت ورجعت ارتطمت وجاية، ما يعني هي محافظة على التوازن هنا، فطبعا أنا بألعب في المناطق دي كأني بألعب في قيعان، ليش أخاف؟ خلاص أنا عارف أنا البهدل تكسير العظام فين، فكيف أضيع فرصة سهم خفيف زي ده إذا كانت الموجة اللي قبلها من 45 دق 60، يعني كم ريال طلع؟ 15 ريال. طيب الآن أنا عند 49، لو أحسب 15 ريال كم؟ 65. يعني المضارب ترى ما هو سهل، ترى فنان، يعني هذا سهم خفيف ما هو سهم تقيل، بس نحن نبغى نفهم الأشياء المهمة، المحطات اللي تنشط السهم. لاحظوا لما لو طلع اخترق 55 هو بيطلع يخترق إيش؟ بيخترق قناة مكسورة عاجز عن الإغلاق في الموجة اللي قبلها فوقها. شوفوا القناة اللي أنا راسمها الهابطة من القمة الرئيسية هذه مروراً بهادي، وين كان قاعها؟ كان قاعها حق نوفمبر، ترى ما اختبر قاع نوفمبر. لما تيجي طالع انت الآن فتخترق 54-55، ايش حيصير في الشارت؟ مو دائماً أقول لكم إذا في قناة مكسورة ورجع في وسط السهم حيبدع؟ خلاص معنا عرفنا الآن، إن طلع الفخارية وعدى 55 هنا تكمن القصة اللي الكل يتمناها.
واللي حاب يدخل مبكر فيها قبل ما تصير بس لا يدخل فيها إلا وهو إيش يعني على مهله متحفظ، لأنه ترى القناة دي سبق إنه طلع ونزل فوقها. بس لازم يحط في باله اللي يبغى 65 ترى وقف خسارة، وترى 45 ريال، أو يقدر مثلا يعتبره 47 على النظرية، يقول ما يصير يكسر فيها الترند الهابط، يعني ما يصير بعد ما كون قاع على من قاع يجي ينزل يكسر الترند. أنا خلاص دائما اجعل بينك وبين أي سهم مسار ترند، يعني لو جاء كسر الترند ده 47 أقول له مع السلامة. في ناس تقول لك لا إذا يكسر القاع يمكن يكسر الترند ويرجع يقفل فوقه، ممكن ممكن، بس اعلم رعاك الله إنه والسهم أنت بتشتغل فيه هنا ترى لن يكون نشط إلا إذا اقتحم إيش أو مار إلى الإغلاق الشهري فوق كم في المستقبل 55. ممكن الآن مضاربيا ترى يلعب من 59 ل 54 ويطيح، يعني يلعب على 10% وينزل، يقول لك مضاربة. لكن الهبرة فين الهبرة اللي تخلي هذا السهم يشغل التيربو زي عوايده؟ تعالوا شوفوا يا جماعة، تعالوا شوفوا يا جماعة قصته في النزول. ترى حتى قصته في النزول لما أول مرة نزل من 132 وصل 88 70، تعرفوا ردة الفعل طلعته من 78 إلى قريب 120 ريال، كم طلع؟ بعدين تعالوا شوفوا لما نزل كسر القاع 88 70 وراح ل 67، شوفوا ردة الفعل رجعته من 67 لكم؟ إلى مناطق قريب 85. شوفوا ردات الفعل ما هي سهلة. شوفوا لما نزل المرة الثالثة فكسر قاع الموجة دي وراح الأفندي كسر وصل 45، وين كانت ردة الفعل؟ 60. 15 ريال قاعد تتكلم عن 30% ارتدادات في كل موجة. المرة دي نزل ايش تغير عندنا؟ العادة لما يجي يرتد ويطلع ايش يسوي؟ ينزل يكسر القاع، فايش يصير فيه؟ يطيح. فخلينا نقول نزل في 1 وطلع في 2، نزل في 3 وطلع في 4 ونزل في 5، جاك طالع في 1، جاء نازل. لو كان نيته يكمل نفس الفيلم كان كسر ايش؟ كان كسر ال 45. تشكيلته هنا قاع اعلى من قاع تخليك انت هنا تقول وقف يا ولد، جاك والله يا ابو يحط تحت المجهر. الوضع غير الوضع كل مره، وخلاص انا عرفت الان لو كسر 45 معناه ممكن يتكرر سيناريو فوق. لكن كيف يتكرر يا ابو؟ السهم صار في الحضيض، صار بيلعب عند مناطق اختبار ترند قديم. فهنا نحن اللي بيعرف، طب يقول لك طب لسه يا ابو محمود السهم ما تحرك، انت ايش اللي مخليك تتكلم الان وهو في هذه المنطقه وكانك كده بتلفت نظر؟ يا رجل شوف قدام عينك، لو كان سبتمبر كسر 45 كنت قلت لك الفيلم ماشي، قيمه مقيعان هابطه. هنا حصل شيء اللي هو ايش؟ انه هو نازل، لا ما كسر ال 45، هنا شكل قاع اعلى من قاع. والان خلوا بالكم وراقبوه اذا طلع، فاذا طلع المره الجايه واقتحم ال 55 تتوقعوا ايش حيصير؟ قمم مقيعان هابطه ولا قمم مقيعان صاعده؟ لذلك اذا كانت قمته 60 انا اتوقع يروح يضرب 67. اختبر نوفمبر القيعان ديك اللي مكسور، ممكن من عندها ما يقدر يعدي ال 50%، يقوم يجي نازل، بس هو نازل ما يكسر 57 و55، فيشكل لك قاع قمة، يشكل لك قاع أعلى من قاع ممكن تكون 55، بعدين يجي طالع، فلو عدى ال 67 هذا ممكن يكشف الترند وقتها، ولو عدى الترند راح كشف لكم القاع اللي فوق قريب 88. تيجي تطل مع الزمن تقول دبل الفخارية من 45 وصل قريب 88 90 ريال، يعني. وعلى فكرة عوايده تاريخيا يعني لما يطلع من القيعان عوايده يعني يدبل، مرة دبل مرة ونص ومرة، مظبوط ولا لا؟ ها يا حبايب
استمتعت بالقصة، فهمت أركانها، فهمت الوضع الحالي كيف عايش. ترى هذه يسموها الأيام دي المضارب يبغى يلكلك الهرجة، يبغى يميع الهرجة، بس هذه اللكلكة على أبو محمود ما تغيب، ما لا تحت المتابعة. ليش؟ إيش السبب؟ يلا أنا قلت السبب، ليش السبب؟ إيش اللي تغير في النزول ده كله الآن؟ إيش اللي باين؟ السر فين؟ ليه ما نحط عند المتابعة في أوقات أخرى؟ ليه دحين؟ لأنه لما جاء نازل بعد طلعته في 60 وجاء راجع لم يكسر قاع 45 اللي كان يسويه فوق، لما كسر 88-70، لما جاء سواه، لما كسر 67-10، هنا لما طلع 60 ونزل شكل قاعا أعلى من قاع، وإلى الآن معطينا حسن نية إنه استهام، بس إنه في منطقة ضعيف. أنا المنطقة دي لو عدت معايا 55 إيش حقول؟ روح السهم، هذا حياكل 60 وحيروح يكشف الخمس متوسط الخمسين، ولا يروح يكشف حتى 23 فيب ويضرب الأهداف دي ينشكح له عندها، أو ممكن حتى يلامس 100 معاها 68 ونلاقي وقتها الفخفخين. نجي نحسب نسبة العطاء مرة تانية من مناطق قريبة 49 و48، كم تطلع معانا قريب 68 و67؟ نفس النسبة 30 إلى أكثر من 30%. هذه 30% وراكم هي في الموجة اللي قبلها قبل شهرين، يعني هذه عوائد الفخفخين. وعلى العموم عشان نحمي أنفسنا وعشان نكون زي ما يقولوا واقعيين، ها لا نعطي يعني الموضوع أكبر من حجم. هذا لو رجع قلت لكم كسر ستوب خلاص، أنا معناه حدخل في مرحلة تكسير عظام، هذا ممكن يجرني لل 41، وحتى لو ارتد بعدها برضو حنبقى تحت القناة، يعني تحت 49، يعني برضو حنبقى ضعفاء. لما احنا ما عندنا شيء لسه فني زي اللي قاعدين نتكلم عليه الآن، معناه في أمور كثير حتنخرب، حتتغير نظرتنا للسهم. احنا اللي مخلينا الآن نحطه تحت المتابعة بحكم انه خفيف فقط هذه الحركة الفنية، انه اولا نحن قريبين منطقة اختبار الترند هذاك، والسكينة قلنا الساقطة طلعت ونزلت ووقفت هنا، يعني ما سوت قاع عدنا من قاع. هذا هو اللي يخلينا الفترة دي نقول خليه تحت المتابعة. ممكن واحد يخليه تحت المتابعة بدون ما يشتري فيه، هو ينتظر في المتابعة دي تحقيق شرط ما. في عالم تقول لك أنا أحط رجل على قدي، يمكن ألعب لي 53 وأبيع، لكن مين الكلام الكبير فين؟ إنه لما يطلع يقتحم القناة المكسورة، فيقتحم منطقة 78 في متصحيح، يقتحم 55 ريال، 54، هنا تكمن القصة الجميلة. هنا حيبان الشارت عندك قاع أعلى من قاع، وكأنه في دبليو بترسم زي شارت مين. اليوم نحن عشنا شارت قدام عينكم يشبه شارت الفخاري، لكن شتانا ما بين السهمين. الشارت اليوم شارت مين اللي نفس المنظر بس مختلق اليوم؟ زين، روحوا افتحوا شارت زين على الأسبوعي، اتفرجوا على المنظر ده قاع أعلى من قاع، واتفرجوا على شكل الدبليو هو مرسوم، واتفرجوا كيف زين اخترق القمة السابقة، يعني راح سوى قمة أعلى من قمة الفرعي، نفس الصورة الكربونية للرسم البيان. ناهيكم لا تنسوا مثال رعاية، هذول المضاربين الخبثة أحيانا يشطحوا تحت عند القيعان. ليش؟ ما قلت لكم اليوم ضربت لكم مثل بعض الأسهم تذكرني أو تخليني أتخيل منظر قدامي، واحد هامور ماسك له، أو واحد رجال كده أو شخص كده طحش كده ماسك له واحد بزر قاعد يعني جالس يقاسمه كعكة تحت، يقوم الويل ودراعه أي أي أي. الولد يصيح فك فك، والله ما فكك حتى تفك، يعني أرمي السهم أطلع، ما أنت شايف أطلع.
ويا اخي انا مش اطلع اقول له ما تطلع. طبعا يا اخوان لوي الادرعه هي عباره عن ايش؟ السهم تشوفه احمر يعني 48 48 47 80 يخرب بيتك فين رايح يا مجرم؟ تبغى تكسر انت تقعد تتنافض هنا تتنافض. بعض الناس يقول لك يا عم السوق تعبان والازمه شغله يا شيخ اطلع يا شيخ. تجي بعد كم يوم تكتشف الافندي طاير ريالين فوق. إن أنا أخت الشغلة يا ريتني ما بعت. ترى كده قاعد يصير في الأسهم. فشوفوا الآن هو فين موقعه، موقعه موقع واحد قاعد يلوي دراعه. لكن يا مجرم نحن من بعيد شايفين شيء رهيب. أنت الآن يعني ما سويت الهرجة البايخة، يعني ما رحت كسرت القاع السابق، وأنت هنا قاعد مشكل قاع. يعني أنت ممكن تضحك علي في المنطقة دي تحت الخط هذا 49 الفرق ريال، وبعدين تيجي طالع لي فوق فجأة ألاقيك عند 55. لما يوصل عند 55 أخاف أدخل. ليه؟ أقول مقاومة ممكن يضربها ويرجع 40. تقوم يا ندر تقفل لي نسبة وتشق الطريق وأنا أقعد قدك شردت خرجتني من فين؟ خرجتني من أدنى النقاط اللي أنا مفروض أصمد فيها. صح ولا مو صح؟ صح ولا مو صح؟ أنا قاعد أعطيكم التشويهات دي عشان أوريكم الموقع اللي واقف فيه راعي الفخارية هو موقع تعبان، لكن حركة الشهر سبتمبر هي اللي مخليتنا نقول طيب لو إنك تعبان كان رحت سويت كل مرة يوم ترتد من قاع وتسوي قمة تجي طايح تكسر القاع السابق. أنت ما كسرته، أنت جيت وقفت ارتديت. الآن واقف لي عند الخط العرضي قريب 49، يعني شكلك عندك نية ترجع مرة تانية تسوي خط ترسم العصاية حقة الدبليو وتطلع. ولو عديت 55 تبغى توقف؟ ها حتى الشهر الماضي انت حتى يوم طلعت ما قفلت فوقها. المرة الجاية لما كانت قناة ما قدرت تقفل فوق القناة زي ما حصل في سابق، زي ما حصل في التصنيع ما قدروا يخترقوا القنوات المكسورة. لكن اجي بعد الفيلم ده وقاع على من قاع وتعدي 55 يا راجل انكشفت الهرج. ما عنده وين المقاومات؟ وين المقاومات الكبيرة؟ ما في أول مقاومة قابلك عند متوسط الخمسين هناك، وتبغى يوصل هناك ممكن يوصل هناك ويقبع لك ريالين وتشوف السهم كأنه لعب من 63 لسبعة وستين أو 68. ممكن تكون هذه شمعة كمان تصريف هناك يأخذها المضارب وبعدين يجيك راجع مهدي اللعب ومخفض مؤشراته. تيجي الطول تحسبها بعد فترة يا الله من 49 إلى قريب 67 الله 30% زي المرة الأولى يوم طلع من 45 ودق 60.